ممكن اديها باسورد الفيسبوك بتاعي، ممكن اديها باسورد الفيسبوك بتاعي عادي، لان انا واثق فيها وواثق في نفسي. هو معايا اصلا. اه طبعا عادي، يعني في ثقة. لا طبعا. ها؟ لانه ما ينفعش اي واحدة ست تخش على النت. لا لا لا. ليه؟ لا لا عادي، حاجة شخصية مالهاش دعوة بيها. ايه المشكلة يعني؟ عادي. ما هو معلش يعني مش شخصيه لدرجه ان يعني هو انا خايف من ايه مثلا؟ يعني بالمناسبه انا صحفي يعني، والمدام صحفيه، فهي اللي عامله لي الباسورد بتاعي. كلمه السر ممكن، عشان ما فيش حاجه ممكن تستخبى بيني وبينها.